يبدأ جلالة الملك عبد الله الثاني خلال الأيام القادمة بجولة تشمل العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث مقر الاتحاد الأوروبي، والتي سيجري جلالته فيها العديد من اللقاءات مع سياسيين بلجيكيين وأوروبيين وقيادات في حلف الناتو لإبراز الموقف الأردني تجاه مواجهة التطرف والإرهاب والشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن، فضلاً عن تنامي ظاهرة الخوف غير المبرر من الإسلام، الإسلاموفوبيا. مدينة ستراسبورغ في فرنسا التي سيوجه جلالة الملك فيها كلمة أمام البرلمان الأوروبي. المملكة المغربية، حيث سيلتقي جلالته مع أخيه جلالة الملك محمد السادس، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع القادة العرب حيال الأوضاع والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وسنوافيكم بتغطية شاملة ومتواصلة لبرنامج جولة جلالة الملك خلال الأيام القادمة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالديوان الملكي الهاشمي.